من أمام مكتب أعضاء مجلس الشعب في مدينة السويداء جنوبية سوريا، تجمع العشرات من أبناء المحافظة رافعين شعارات رافضة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها منتصف تموز يوليو المقبل، وفق مرسوم أصدره الرئيس السوري بشار الأسد نهاية الأسبوع الفائت. بعبارات مجلس الغفيانين، فيقوا راحة البلد باعها الولد، عبر المحتجون عن رفضهم للانتخابات من خلال لافتة تم تعليقها على مكتب أعضاء مجلس الشعب، مجددين مطالبهم برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وتحقيق التغيير السياسي السلمي وفق القرار الأممي 22-54. تحت الأمطار وتحت الأجواء وتحت سقف الوطن الغالي، نتمنى من الشعب السوري الحر ما ينتخب أعضاء مجلس الشعب اللي ما قدموا ولا أي عمل، وفي ناس أعضاء مجلس الشعب ما حدا بيعرفهم. المحتجون وصفوا أعضاء مجلس الشعب بالدمى المأمورة من أجهزة الأمن الحكومية، وأكدوا رفضهم لأي انتخابات في ظل دولة تحكمها المخابرات والذهنية الأمنية، مشددين على استمرارية حراكهم السلمي في ساحة الكرامة حتى تحقيق المطالب. ما في شيء اسمه انتخابات، لا بمجلس الشعب ولا بالجمعيات الخيرية ولا بالنقابات، ما دام المخابرات هن أصحاب السلطة، بس يزيحوا المخابرات عن وجه البشر وعن حالة سوريا وعن حرية سوريا، ساعتها بننتخب، واللي بيكون مثل حاله. هذا وشهدت المحافظة الجنوبية خلال الفترة الأخيرة وصول تعزيزات أمنية كبيرة إلى المدينة ومحيطها، تزامنا مع تعيين بشار الأسد ضابطا متهما بارتكاب جرائم حرب، محافظا جديدا للسويداء، ما قد يشير إلى نوايا تصعيد من جانب دمشق.